مساء الخير عليكم جميعا في منصة سودان حر رياضي. نلتقي اليوم مع أحد العارضين في معرض الخرطوم الدولي السيد حمدي سليمان. حمدي نرحب بك في المنصة وعاوزين نسألك أول حاجة الحتة دي بين القاعتين، عندها اسم معين ولا عندها خصوصية ولا ممكن تشرح لنا شوية عنها؟ واسم برضو طرابيزتك دي شنو؟ هي دي حتة ما بين الصالتين، فبين الصالتين طبعا الصالتين الصالة واحد وصالة اثنين. الصالة واحدة طبعا مخصصة للمؤسسات والسفارات الرسمية، الصالة اثنين برضو بالنسبة لدور النشر والمعارض. بين الصالتين ديل بالنسبة للوراقين، مخصصة للغاية للوراقين، يعني يجوا يعرضوا فوق الكتب بتاعتنا والحاجات، يعني فيها احساس كده انه في زي فيها خصوصية كده اكثر، ما اعرف ليه. يعني الكتب زادة معظمها كده ماشي على فلسفة، قضايا جدلية كده. طبعا حقيقة هي الكتب هنا متنوعة، يعني غير الوراقين ازور الوراق اللي بتلقى في الشارع والفارش، طبعا يعني لكل المجالات الثقافية، فكرية، سياسية، دينية، اجتماعية، بتكون كلها موجودة. اما بالنسبة للدور او دور النشر جوا، بالنسبة لداخل الصالات بيكون فيه يعني مجزأ، او بسبب انه باعتباره يعني مخصص في تخصص. لكن هنا الفراشين بتلقى الفراش عنده روايات على كتب سياسية، على كتب فكرية، على كتب دينية، وغير كده. بالنسبة لبرنامج الأسعار، يعني دائما الحاجات جوا داخل الصالة بيكون السعر طبعا مضروب بإما يقول لك دولار ولا جنيه المصري، لكن هنا طبعا مع الشارع زي ما قلت. ايوه يعني نفس الكتب يعني ولا؟ نفس الكتب المعروفة، نفس الكتب المعروفة الرواية. لكن طبعا هنا الفراشين طبعا يعني ما دينا من عرض سايكل من جهة الصغار، لكن طبعا جوا إلا بيقولوش، يعني بفتكر انه الصالة بتاعت العرض جوا ما غارب 20,000، لكن هنا الفراشين فاشين مجان مجانا؟ مجان سعر الكتاب يمكن انها تلقاه ب 120، هناك يمكن يقول لك 200. والله فكرة عجيبة، يعني في ناس اصلا هنا بس مخصصين بيجوا يجينا صابطين. حتى نحن اول يوم كانوا كنا فرشنا يوم الخميس، وجينا فرشنا يوم الجمعة بعد صلاة المغرب، حتى الناس سألوا وين اول يوم بيجوا عابرين، وينكم ما عندنا صابطين. لا كويس جدا جدا. وهل في دي اول مشاركة لك انت في المعرض هنا؟ والله دي المشاركة الثانية. المشاركة الثانية يعني دائما انا ما متخصص في برنامج الورد، لكن بحاول بقدر الامكان بشارك في برنامج الفعاليات. ايوه يعني بشارك في فعالية بتاع المفروش واي فعالية ثقافية بقدر الامكان لنشر المعرفة زي ما قلت. المعرض ده المرة دي عنده خصوصية يا حمدي طبعا، صح؟ خصوصا انه جاء بعد الثورة طبعا. بعد الثورة يعني في اختلاف ولا ما في اختلاف بالنسبة لكم؟ والله هو كان يعني كان بالنسبة للمصنفات والحياة اللي كانت بتحصل، يعني الحقيقة طبعا في اختلاف كبير جدا جدا. حسيتوا بيه؟ والله حاسين بيه ظاهر وباين، يعني السنة اللي فاتت كان برنامج الرغاب وبرنامج على المصنفات، حتى في عناوين ذاتها يعني ما بتتعرف. يعني حاليا كده بقى الموضوع مفتوح كده بعد الثورة، وهنا يعني الناس كانت خدلة وتوقع أكبر من كده بالنسبة لبرنامج الإقبال وما هنا، لكن معروض على الاقتصاد والجودة بتاعت البلد شوية كده الإقبال ضعيف، يعني ما كان زي الحاجة اللي توقعها. في أي عناوين مثلا كانت ما بتتعرض نهائي ظهرت السنة مثلا، ممكن تذكرها لنا؟ يعني تذكر لنا جزء منها؟ والله جزء يحكي من العناوين السياسية، كتابات مثلا أي كتاب بيتعلق في برنامج الحروب والمشاكل، أو بيتعلق بالسياسة بتاعت النظام، زي مثلا الكتابات بتاعت بكر عادل إسماعيل، حيدر معلم، يعني زي دي. حتى الكتابات الجانب الثقافي الروائي، في يقول لك كتابات خدشة للحياة، مجموعة من الروايات، مجموعة من الكتب. على سبيل المثال أقرب هنا عندي مثلا هنا أولاد حارتنا اللي بيجي محفوظ. أولاد حارتنا دي كانت ممنوعة. أيوه حتى هنا ما بيقدروا، هي حتى الآن حاليا هم، لكن الوضع تغير. دي بالنسبة للروايات. في ثاني رواية أقرب عنوان معلش أخذ الحافي بزادة لمحمد شكري. محمد شكري برضه كانت منظورة برضه إيهاب عدلان. دي بالنسبة للكتب والروايات. بالنسبة للكتب السياسية، ممكن نقول أغلب شيء حيدر إبراهيم علي، المشروع الحضاري. هذا كتاب طبعا ما يعني في الخندق
بالنسبه لي. ايوه كل الناس جدا معروضه حاليا. لا اختلاف كبير جدا. اختلاف كبير جدا لكن بس يعني البرنامج بتاع التوقع بتاع الاقبال ضعيف يعني ما زي السنوات اللي فاتت. السبب يكون شنو يعني في نظرك؟ ليه الاقبال ضعيف؟ والله يا اخي الوضع الاقتصادي حاليا كده حتى في حاله بتاعت في السوق بصوره عامه حاله بتاعت كسر. نعم. تمام بالنسبه للبرنامج يعني الاوضاع المعيشيه بقت صعبه شديد برنامج الكتب ذاته الارتفاع بتاع سعر الدولار يعني انت اقل شنو من دار تجي كنت غير متوقع انه بتكون اسعار عاليه. صح. اي يعني كتاب قوه هناك 300 لحد مليون يعني ما هي دي مرض والنشر جاي ودائما بتغير حاجاتها بالدولار يعني لو رجعت للسنوات اللي فاتت بتلقى الوضع مختلف يعني الدولار كان عنده مكان بس حاليا عامل كم 70 بس انتوا هنا اغلى كتاب عندكم كم؟ اغلى كتاب والله اغلى كتاب عندنا ممكن تقول لي في عندنا ديال تاريخ الدراما الحديثه لجورج لوكاتش ده مثلا ب 450 مليون 450 مليون دغلة كتاب الله يسعر يعني طبعا هي كثيرة على الشعب السوداني اليومين دي بالذات لكن بالنسبة للكتاب ما كثيرة ولو قارنتها برضو بجوا يعني ما يعني بالمحتوى طبعا يعني بالذات المعرفة دي ما يفتكر انها بتغير بالثمن لكن هو بس الوضع حسب الوضع الاقتصادي عشان لكن يعني مهما انت دفعت زي ما قلت لو جيت في سبيل المعرفة والحاجات دي تكون يعني مبلغ ما يفتكر انه حاجة كده يمكن تقارن يعني بالنسبة لي عندك اي رسالة دار توجهها؟ للشعب السوداني بخصوص المعرفة والثقافة والنشر. والله نحن طبعا عندنا اشكال كده في برنامج الوعي زي ما قلت الوعي بصفة عامة يعني حتى على مستوى برنامج الاطلاع والقراية فعندنا مشكلة بتاعت برنامج الاطلاع وبرنامج القراية عندنا القراية بتاعتنا قراية جماعية السودانيين دائما القراية بتاعتهم قراية جماعية هسه انا في عناوين معينة بجي بلقى انه والله يا الناس هي بس اللي بيطلعوا على يعني في اطار معين بالذات يعني برنامج الاخوات البنات حتى جيب البرنامج الروايات مركزين عليه روايات شديده ده الجانب المفروض انه والله يتفتح افاق المعرفه والناس تحاول تعرف وتطلع وحتى عندها فوبيا كده من برنامج القرايه يعني في عناوين معينه وفي حاجات تقول لك اخ والله انا ما بقرا لانه والله يمكن يعني بتمس برنامج الدين ولا الحاجه بتطلعين لكن يعني هو برنامج الحكم دائما الفكر دائما هي تفتح لك افاق جديده وانت بتعرف الحاصل شنو تمام وانت ممكن تقرا قراءه نفسيه يعني الموضوع ما انك اي فكره بيقول لك انك تحاول تتقبلها مباشره كده او انك تدمها معها او تتبع هاي تحاول انك هاي يعني تقول رايك ما افتكر انه في اشكال كده في كون انه زول يقرا يعني انا افتكر الحكايه دي ممكن عندها علاقه بالمناهج التعليميه في خلال 30 سنه الماضيه دي كويس اضعاف التعليم بعمليه ممنهجه يعني قام بها النظام السابق طلع ما دارين ننتقد شديد يعني ونعمم لكن بقى برضو في ضعف فكري يعني حاصل يعني طيب تمام في انت جبني في اللاين داعي انا حتى شيل البرنامج بتاع الجيل القايم ده جيل الشباب يعني انا دي رساله ترى احاول بقدر الامكان اوجهها سواء كان للحكومه ولا المهم يعني البرنامج بتاع برنامج الشباب اللي قاموا بالثوره دي احنا كجيل قمنا بالثورة يعني حاليا اسقطنا النظام له 30 سنة تمام النظام ده يعني خلال ال 30 سنة عمل يعني انتهى من التعليم انتهى من جميع ممكن نقول يعني المؤسسات بتاعت الدولة وكون دمر الجيل كله مدمر يعني حتى نحن لما قمنا تعلمنا المناهج بتاعت النظام السابق ده تمام وحصلت الثورة اللي هو كان حماس واندفاع و بالنسبه لبرنامج التواصل الاجتماعي والحاجات اللي كانت متاحه دي واسقطنا النظام تمام يلا بنفس البرنامج الجيل ده هو يعني قايم والشعب بالقيم والحاجات اللي غرسها فوق النظام السابق تمام يعني داير بيشوف انه في لابد انه الله تتفتح افاق كده بتاعت مثلا سواء كان الجانب بتاع وزاره لا 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 الثقافه هنا لا جانب كبير في انها تقوم بمشاريع بتاع التوعيه، مشاريع ثقافيه تمام؟ انها تنور الشباب ديل يعني بالنسبه للمرحله الجايه دي انها حتكون كيف؟ شكلها كيف؟ شكل المشاركه اي زول الدور المفروض انه يقوم به كيف؟ ما كل زول مثلا ينتظر انه الثاني يقوم به. كل الناس باعتبارها ممكن تكون مرحله بتاع تكاتف او تكامل بتاع ادوار. كل زول يحاول انه يشوف والله عنده دور المفروض انه يقوم به في خلال المرحله دي. بناء على احنا بنمشي لقدام باذن الله.
رسالة ممتازة جدا، واتمنى انها تصل لكل الناس اللي قاعدين يعني يشاهدوا في الفيديو ده. ونشكرك جزيلا يا حمد سليمان على وقتك، احنا اخذنا من وقتك 10 دقائق، وقتك انت غالي جدا في بين قاعدين. شكرا جزيلا لك، ونتمنى نقابلك ثاني في المنصة ان شاء الله. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا.